فعالية أيام السينما انطلق في المركز الثقافي العربي بمدينة القامشلي عروض الأفلام السورية التي تقيمها المؤسسة العامة للسينما. العروض مستمرة لأربعة أيام. يعرض فيلم دم النخل لنجدة إسماعيل أنزور بحضور عدد من الجمهور. حضرنا أحد الأفلام السينمائية، واليوم أيضا حضرنا فيلم سينمائي آخر في أيام السينما السورية، وحقيقة في الحسكة والقامشلي، وحقيقة هذا الحضور يعني يزيد من الثقافة في القامشلي وفي الحسكة، وكنا سعيدين وكان العدد جيد لا بأس فيه، ونتمنى مستقبلا أن تتنشط هذه الحركة السينمائية في المراكز الثقافية على مستوى المحافظة. تضمنت العروض فيلم دمشق حلب من إخراج باسل الخطيب وفيلم دم النخل من إخراج نجدة أنزور. أشار الحضور إلى أهمية عرض الأفلام وتنشيط هذا الجانب الثقافي المهم.